في زمن الحروب أولى الضحايا هي الحقيقة. أصوات الصحفيين والإعلاميين تختفي أو تكبل، لم يعد لها مكان. أما الجهة المنفذة فتصمت وحجتها واضحة، أسباب أمنية. اليوم فيما تبقى سوف نعرف قصة بكر القاسم واعتقال بكر القاسم من زوجته. والليلة فيما تبقى ضيفنا صاحب زبدة الشعر، صاحب أول الشعر، زبدة النحو وأول الشعر وآخر الشعر وتألق الشعر، صاحب اللغة العالية. بضيافتنا اليوم فيما تبقى شيخ من شيوخ الإعلام في العالم العربي. حياكم الله فيما تبقى. اعتقلت الشرطة العسكرية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي الصحفي بكر القاسم لأسباب مجهولة. في زمن الحروب حيث الحقيقة ضحية، أصوات تختفي وأخرى تكبل، والسبب إحدى القضايا التي تمثل تهديداً لحرية التعبير وإبداء الرأي. هذا ما يرويه صحفيون ضحايا أو مقربون منهم، بينما تبقى الجهة المنفذة للاعتقال صامتة وحجتها أسباب أمنية. خلال الثورة السورية والتي كتبت دروسا في ميدان حرية الصحافة، تقول منظمة مراسلون بلا حدود إن سوريا تحتل المرتبة 175 من أصل 180 دولة على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وإن الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإعلامي تنتشر في مختلف مناطق النفوذ في سوريا، لكن النظام يتحمل المسؤولية الأكبر عن ذلك. أما عن مناطق المعارضة حيث تتواصل اعتقالات صحفيين وناشطين إعلاميين من قبل الشرطة العسكرية المنضوية ضمن فصائل الجيش الوطني، آخرها اعتقال الصحفي بكر قاسم في مدينة الباب بريف حلب الشرقي لأسباب ما زالت مجهولة. القاسم والذي يعمل لصالح وكالتي فرانس بريس الفرنسية والأناضول التركية اعتقل من قبل حاجز للشرطة العسكرية في أثناء عودته برفقة زوجته من تغطية المعرض الصناعي والتجاري، فتمت مصادرة هاتفه ليتوجه بعد ذلك إلى منزله وتصادر معداته. الحكومة المؤقتة ممثلة برئيسها عبد الرحمن مصطفى نفت امتلاكها أي معلومات عن اعتقال الصحفي بكر القاسم، بينما ناشدت وكالة فرانس بريس السلطات المحلية في شمال سوريا للإفراج عن القاسم والسماح له باستئناف عمله بحرية. وما هي إلا سويعات قليلة حتى غصت مواقع التواصل بانضمام عدد من الناشطين ورفع أصواتهم لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين بشكل فوري. الصحفي بكر قاسم بالإفراج عنه مباشرة بدون شرط. معنا من مدينة الباب زوجة الإعلامي بكر القاسم نبيها الطاها، وكذلك معنا عبد القادر حاج عثمان رئيس الاتحاد الإعلاميين السوريين من مدينة الباب. مرحبا بكما. نبيها أبدأ معك، مرحبا. أنت قلتي ماذا حدث معكما، لكن لا بأس أن تعيدي لنا يا ليت ما الذي حدث معك ومع بكر اليوم. شكرا لك دكتور معاذ. طبعا ما رح مل من الإعادة، رح ضل عيد اليوم بكرة وكل يوم. أنا أبدو قلنا بطريقة كتير بشعة. كنا مخلصين المعرض ورايحين على البيت، طبعا راجعين على البيت لحتى نشوف بنتنا المريضة المرتفعة حرارتها لحتى نجيب لها دواء. نحن بطريقنا على البيت فجأة ما كان في سابقا أي تهديدات، أي كلام واصلنا، ما منتبهين لحد عم يراقبنا أو حد عم يشوفنا أبدا.
نحن أشخاص عاديين بتطلع من بيتها للشغلة بتنقل الشيء القضية يلي هي حابة ننقلها ويلي واجب علينا ننقلها ونرجع لبيتنا. وصلنا دوار حلب بمدينة الباب، فجأة عناصر من الشرطة العسكرية بتوقفنا. هذا هو وقفوه. مين هذا هو؟ هذا الصحفي حر عم ينقل رسالة العالم، عم ينقل رسالة الشعب للعالم. شو من كان الإجرام اللي عامله ما بيتوقف بهي الطريقة. أخذوا بكر من بين إيدي، أنا تمسكت ببكر حاولت أقاوم حتى ما يسحبوا بكر، بس أخذوا بكر بالنهاية. حطوا بكر بسيارة وأنا بسيارة، ما رجعت شفت سيارة بكر. يقولوا لي هو ورانا، يعيطوا ويصرخوا إنه خلاص اسكتي هو ورانا. من هم نبيها؟ هؤلاء شرطة عسكرية في الباب. طيب ثم وصلنا الفرع. أول شيء كنت قاعدة تحت، بعدين مع الشرطية طلعت لفوق. كانوا بدهم يقفلوا علي باب الغرفة وإنه أضل معتقلة جوا، أنا كنت رهن الاعتقال يعني. فأجي أحد الأشخاص نزلني لعند رئيس الفرع، رئيس فرع الشرطة العسكرية بالباب. تقريبا قعدت ساعتين بدون أي جواب منهم. أنا كنت عم بسألهم بس إني ما عم يجاوبوني، جوابهم ما بنعرف. استخبارات تركية هي اللي أخذت زوجك فقط لا غير. أنا ما أخذت أي جواب منهم. اسألهم ليش، قالوا لي زوجي شو عامل. أنا بعرف زوجي شو شغله، بعرف أنا وياه صحفيين عم نشتغل هون بالمنطقة ونحن أعمالنا كلها سوا، ما في شيء تاني يعني ممكن إنه ما يكون غلط أو ما بعرف شو اللي هن الأخذين أو شو التحقيق أو شو التهمة الموجهة حاليا له. بعدين تقريبا ساعتين أنا طلعت من الشرطة العسكرية. طبعا بعد ضغط الأهالي، ضغط الصحفيين الشباب اتحاد الإعلاميين، ضغط عائلتي أنا كوني أنا من مدينة الباب، بعد ضغط من هدول العالم كلياتهم أنا تم إفراج عني. لكن بكر لساته جوا، أنا ما بعرف شي عن بكر سوى أنه هو حاليا بحوار كلس. طبعا أنا ضمن الشرطة العسكرية خبروني شغلة وحدة، أنه راحوا على البيت. قلت لهم أينو بيت؟ قالوا لي بيتكم. فأنا عرفت أنه في مداهمة للبيت. بعد ما أفرجوا علي من الشرطة العسكرية رحت على البيت، فالبيت بحالة يرسلها. كل شيء مخروب، كل شيء بالأرض. ما لقيت شيء، لا من معداتي ولا من معدات بكر، لا جوالاتنا موجودة، لا حتى يعني حتى الشغلات البسيطة الموجودة بالبيت كانت معنها موجودة. في بعض الأشياء اللي بتخصني مثل ذهب وشوية مصاري كمان كانوا موجودين، كمان ما كانوا موجودين. بعض الروايات اللي كنت أنا بقرأهم، بعض الكتب الثورية كنت كمان موجودين عندي أنا بقرأهم، كلهم ما كانوا موجودين. حتى في أوراق كانوا ضمن السيارة، طبعا السيارة حاليا هي موجودة معي لكن أوراقي معي. كان في أوراق لطفلتنا، نحن عم نحاول من تقريبا أسبوع أو أسبوعين نطالع على تركيا بسبب مرض. كان في أوراق بقلب السيارة باينة إنه هاي الأوراق حتى نحاول بنتنا على تركيا كرمال العلاج، لكن مع الأسف اعتقل بكر. ما عاد فيني أعمل شيء. أنا من الذي دهم البيت؟ هاي الأوراق كل شيء معهم رح كمل لك. بعدين طلعت أنا من البيت، حاولت أسأل عن بكر، فقط بكر بحوار كلس. في شائعات كتير عم تطلع، شيء أنا أول مرة بسمعهم. أنا حدا مستحيل صدق هاي الشغلات. أنا بعرف بكر هو صحفي مهني عم يشتغل لثورته وأهله. بكر موجود بالصحافة من 2011، من 2012 تقريبا لحد اليوم. بكر شارك بمعارك تحرير الباب ضمن الخط الأول مع الجيش الوطني. بكر كان موجود بكل معركة تحرير نبع السلام ودرع الفرات وغصن الزيتون. بكر هو مراسل وكالة الأناضول التركية ومراسل AFP فرانس براس. بكر حاليا معتقل دون حتى أنا ما مسمح لي أشوفه، ما مسمح لي أطمن عليه. الأخبار وصلتني إنه هو منيح، بس طبعاً أنا ما بوثق بهاي الأخبار. أنا ما شفته بعيني، أنا شفته بعيني كيف عم يشحطه قدامي وبس.
المستجدات يلي صارت من ساعة تقريبا، انه رجع لي هاتفي اللي كان محتجز عندهم، رجعت مبلغ المال اللي كان موجود، رجعت الذهب، ورجعت بعض الأوراق وبعض الشغلات، لكن كل شيء بخص بكر، حتى جهاز الانترنت تبع البيت، كل شيء بخص بكر هو موجود عندهم حاليا، واهم من كل شيء موجود بكر عندهم، وما بنعرف شيء حاليا ابدا. انا ما وصلني اي شيء رسمي، عم حاول اوصل لاي حدا بس يخبرني شو صاير، بس ما حدا حكى معي لحد الان، ما حدا خبرني زوجك هيك عامل. حتى لو انتهاكات بحق الصحفيين بكر وكرم وكل الصحفيين عم تزداد، كل يوم عم يكون في انتهاك، كل يوم في حدا هو ما له علاقة فيها. طيب نحن اذا غطينا مادة صحفية شو ما كانت هاي المادة الصحفية نبيها الآن، هاي رسالة عم نوصلها جيد لها نينا. الآن الشرطة العسكرية في مدينة الباب قبل ساعة أرجعوا لك الذهب والأوراق، صحيح؟ نبيها صحيح. طيب هم الذين داهموا البيت أم جهة أخرى التي داهمت البيت؟ من الذي داهم؟ دكتور معاذ، كان في شخصين هن اللي اعطوني الهاتف، طبعا هن من الشرطه العسكريه، اتوقع هن من المخابرات، سلمونا الاغراض وراحوا. كان في انا طبعا رحت على مركز الشرطه العسكريه بالباب، سلمت الاغراض ورجعت من شخصين. صوتك يتقطع الان، صوتك يتقطع نبيها الان. يا جماعة لو نحاول الاتصال مجددا بنبيها الطه الآن لو سمحتم. عبد القادر حاج عثمان رئيس اتحاد الإعلاميين السوريين من الباب، مرحبا بك عبد القادر. أنتم في الاتحاد يعني ملامون، البعض يقول أنتم لا تصدرون سوى البيانات، عندما يعتقل صحفي يصدر بيان. طيب خاطبتوا الشرطة العسكرية، خاطبتوا الحكومة المؤقتة، عن سألتم يعني لماذا بكر معتقل، هل هو عند الشرطة العسكرية أم عند المخابرات التركية؟ تحياتي لك أستاذ ولمتابعي تلفزيون سوريا، ونسأل الله السلامة للزميل بكر والصبر وكل التضامن مع الزميلة نبيها في هذه المحنة. هذه المحنة تواجهنا جميعا، هذه ليست المرة الأولى التي يختطف فيها، نعم أقول يختطف وليس يعتقل، يختطف فيها صحفي أو إعلامي في الشمال السوري. هناك دائما جهة تسمى حواركلس، هذه الجهة هي جهة أمنية عسكرية غير رسمية، لا يتم التعامل فيها ومن خلالها وفق مذكرات قضائية رسمية أو ادعاءات واضحة تجاه أي شخص يقومون بتوقيفه. هذه المرة تم توقيف أو اختطاف الصحفي بكر من مدينة الباب بدون إخبار عائلته، بدون إخبار الجسم المسؤول عنه أو وكالته أو أي أحد من مدينة الباب. طبعا التقصير واقع علينا، نحن نعترف بهذا التقصير، أن هذا التقصير حاصل نتيجة عدم وجود جهة رسمية نتعامل معها. في العديد من المرات التي واجهنا فيها اختطاف صحفيين، قام الاتحاد بعدة خطوات أو إجراءات للضغط على هذه الجهة. في هذه الأحوال قاعدة حواركلس هي قاعدة عسكرية معزولة نوعا ما عن محيطها. الضغط تجاه هذه القاعدة من الصعب، صعب الوصول إليها. تحت سلطة من؟ تحت سلطة من القاعدة؟ تحت سلطة من حواركلس؟ حواركلس هي قاعدة عسكرية تتواجد فيها مقرات العديد من الفصائل، إضافة إلى مقر مركزي للاستخبارات التركية. هذه طبعا هي مؤلفة من عدة مباني وعدة أقسام، جزء منها في الداخل التركي وجزء في الداخل السوري، واقع على الشريط الحدودي. اتحاد الإعلاميين السوريين كخطوة أولى تابع موضوع اختطاف الصحفي بكر، أصدرنا بيان. غير البيان يا أستاذ عبد القادر، البعض يقول أنتم لا تصدرون سوى البيانات. الآن الحكومة المؤقتة ماذا قالت لكم؟
عن سبب اعتقاله؟ الشرطة العسكرية قالت لكم شيئا عن سبب اعتقاله؟ سوف أجيب عن موضوع الحكومة. بداية في البيان هو لتوضيح الموقف، عدم إظهار موقفك أمام الناس هو تأييد لهذا الفعل. طيب. لذلك البيان ضروري. الخطوات اللاحقة، الاتحاد الإعلامي السوريين لم يقف عاجزا أمام أي قضية اعتقال. في السابق تم اعتقال إعلاميين في جنديرس، قمنا يعني كرتل من الاتحاد الإعلامي السوريين وذهبنا إلى المقر وأخرجنا الإعلامي. طيب قل لي الآن ماذا ستفعلون؟ الآن أرجوك دعني من الماضي. الآن في قصة بكر قاسم أنتم ماذا سوف تفعلون غير البيان؟ طبعا حاليا ما يقوم به الاتحاد الإعلامي السوريين هو بداية معرفة ماذا يوجد من التهم على بكر، وأين بكر، وما هو مصير بكر، ووضع الجهات الرسمية أمام مسؤولياتها. تواصلنا مع الحكومة المؤقتة ومع فرقة الحمزة للاستفسار حول ماذا هناك من التهم على بكر. وصلنا رؤوس أقلام. ما هي؟ طبعا رؤوس الأقلام تتحدث عن وجود تقرير صحفي قام بإعداده بكر حول أرسال المقاتلين المرتزقة من السوريين للقتال في النيجر وليبيا وأذربيجان. هذه هي المعلومة الوحيدة التي وصلت حول الموضوع. من قالها هذه؟ مصادر عسكرية. ما هلا صعب من أقول لك إيه؟ فلان يعني فلان السبب عسكري. يعني السبب هذه مصادر نحتفظ بها نحن. طيب يعني نتواصل معها بشكل مستمر. تمام غير واضحة. أمرك يعني الآن السبب هو تقرير قام به بكر عن إرسال سوريين إلى ليبيا والنيجر وأذربيجان، هذا هو السبب؟ طبعا التقرير موجود على وكالة الصحافة الفرنسية ومنشور، يعني بإمكانكم الاطلاع عليه. هذا ما وصلنا. طبعا هل هذه هي المعلومة الرسمية ولا هذه هي التهم الرسمية؟ طيب غدا، هذا غير مؤكد. غدا ماذا أنتم فاعلون؟ غدا ماذا أنتم فاعلون؟ غدا قل لي. هلا في الغد لدينا عدة اجتماعات مع الشرطة العسكرية، هناك تنسيق مع الشرطة العسكرية لنعلم ما هو بالبداية الشيء الرسمي على بكر. طيب. أين بكر حاليا؟ تتوارد أيضا معلومات مسربة لدينا أن هناك فريقا من أنقرة سوف يحقق مع بكر في الداخل أو في أنقرة. هذه المعلومة لا نعلم يعني حتى الآن دقتها بالضبط من أجل التقرير. هذا هناك تحقيق على مستوى عالي سوف يكون مع بكر. هذا ما نسعى إليه الوصول إليه. طيب. التهم الرئيسية على بكر كيفية الوصول، يعني أنا إذا أردت إخراج بكر حاليا أو أول الأمر أريد أن أعرف أين بكر. تأخرتم ما البعض يقول لك تأخرتم. أنتم اتحاد الإعلامي السوريين جهة وازنة في الشمال السوري، متأخرين. البعض يقول لكم متأخرون جدا أنتم حتى تجتمعوا وحتى تسألوا وحتى متأخرون. نبيها الطاهر هكذا البعض يقول. نبيها الطاهر رجعت. طيب نبيها رجعت إلينا. نحن نعترف بالتقصير، يعني نحن لا نقول أننا حبيبي. قمنا بالواجب على أكمل وجه. طيب نبيها مرحبا مجددا. سمعتي ماذا قال عبد القادر حاج عثمان؟ السبب هو تقرير قام به بكر عن إرسال سوريين لأذربيجان وليبيا والنيجر، هذا هو السبب. برأيكم أو برأي العالم كله، هل تقرير بيحكم شخص؟ طبعا أنا نبيها الطاهة زوجة بكر، شفت التقرير مثلي مثل الكل، شفته اليوم أول مرة أنا بطلع هيك تقرير. أنا ما عندي معلومات، ما بعرف هذا التقرير لمين. أنا بعرف الـ AFP اللي بيشتغل معهم بكر بينزلوا الفيديو باسم بكر. هذا التقرير ما له باسم بكر. هل في تأكيدات وإثباتات إنه هذا باسم بكر؟ أنا ما بعرف شيء حاليا. أنا ما وصلني شيء رسمي. أنا ما دقوا لي استخبارات وقالوا لي هيك زوجك، ما دقوا حكوا إنه نحن رح نجي أو يبعثوا مذكرة اعتقال. ما يصير اعتقال تعسفي. طيب وصلتك إذن يعني أخبار إنه هذا هو السبب، يعني ربما يكون هذا هو سبب الاعتقال، التقرير.
نفقد الاتصال مع نبيها الطاهر. فقدنا الاتصال مع نبيها. رجعت نبيها. رجعت. أنا معكم مراد. ما طيب نبيها أنت الآن على الهواء. نبيها فصلت. عاودوا الاتصال بها يا جماعة. عبد القادر حاج عثمان أعود لك مجددا. قل لي غدا ماذا أنتم فاعلون؟ أعطني جدول زمني لتصرفاتكم غدا 24 ساعة. ماذا أنتم فاعلون؟ تفضل. هل أنا في جلسة تحقيق ليعطيك جدول زمني عن هذا الموضوع؟ هذا الموضوع هو موضوع طارئ. نحن نقوم بالتصرف وفق الجدول الزمني الذي يحكمه الواقع. غدا نحن لدينا تنسيق مع بعض أفرع الشرطة العسكرية لزيارتهم، كون الشرطة العسكرية هي التي قامت بعملية الاعتقال. نريد موقف واضح منهم. أين بكر؟ ما هي التهمة التي هي عليه؟ من هي الجهة التي أمرتكم باعتقاله؟ هذا بداية. ننسق لوقفات احتجاجية. طبعا تقول لي وقفات احتجاجية، طبعا أنا لست مسلح، ليس لدي فصيل عسكري لأذهب وأقاتل وأخرج بكر. هذا الموضوع يعني يستوجب دخول الجهات العسكرية المسؤولة عن المنطقة وإخراج بكر، لأنه اعتقل بطريقة غير قانونية. طبعا سوف نتواصل، وتواصلنا سابقا مع الفصائل العسكرية لتبيان موقفها واتخاذ إجراء بهذا الخصوص. أنا لست في دولة ديمقراطية، أنا لست في طيب. لا في تركيا ولا في فرنسا ولا في أي دولة في أمريكا حتى أستطيع أو يكون خطابي له وزن لدى هذه الجهات. هذه الجهات تعمل بشكل مافيوي. أنا أتعامل مع مافيات في الداخل، فالإجراءات لدي محدودة. لكن هل سوف أسكت؟ لن أسكت. وهل سوف أوافقهم باعتقال بكر؟ لن أوافقهم باعتقال بكر. سوف أقوم كاتحاد الإعلاميين، كمعظم الإعلاميين والأجسام الأخرى بالواجب، حتى نشعر أنه يعني لا سبيل إلى ذلك غير هذا طيب. المجال. لكن لن ندخر أي جهد حتى إخراج أسامي البكر. جيد. يعني أنتم كاتحاد إعلاميين في الشمال معول عليكم عبد القادر حاج عثمان، وعندما أقول لك يعني جدول زمني أنا لا أحقق معك شوية. نحن نريد أن نحن كلنا صحفيون وفي شراكة واحدة، ونريد أن نعرف نشاطاتكم غدا، ولا في الأمر لا جلسة تحقيق ولا من يحققون. فحنانيك عبد القادر حاج عثمان. نبيها الطه رجعتي لنا مجددا، أليس كذلك؟ نعم دكتور معاذ أنا معك. الآن طيب غدا ماذا سوف تفعلين؟ أنا اليوم طالبت السلطات التركية والجهات الدولية والجهات المحلية والحكومة السورية المؤقتة يلي نفت معرفتها ببكر، والائتلاف كمان يلي كمان أتوقع لحد الآن ما تواصلوا أو ما حكوا أو ما نسقوا أو حتى يمكن ما بيعرفوا. طالب هدول منهم إفراج عن بكر وبشكل فوري. بطلب من السلطات التركية، بطلب من المعنيين الإفراج عن بكر بشكل فوري. الصحافة مو جريمة. بكرة أنا عندي حشد على الإعلام، بالإضافة وين في وقفات وين في تظاهرات؟ رح كون أول ناس موجودة وعم طالب بزوجي بكر. وبرجع بأكد بطلب من السلطات التركية والجهات المعنية الإفراج عن بكر. التقرير تقولي أنه ليس لبكر هذا التقرير نبيها، صحيح؟ فقدنا الاتصال مجددا. عبد القادر حاج عثمان تريد ان تختم بشيء؟ طبعا اريد ان اختم ان لسنا نقرر ان التهمه الرئيسيه ضد بكر هي التقرير، نحن نتحدث عما وصلنا من معلومات. المشكله في التعامل دائما في الشمال السوري اننا لا نتعامل مع جهه رسميه. يتم توقيف الاعلاميين بدون مذكره قضائيه، يتم توقيفهم من خلال جهات أمنية غير رسمية في المنطقة. لم نشهد توقيف الصحفيين من قبل مديرية الأمن مثلا في أعزاز أو الباب أو جرابلس أو عفرين أو إلى آخره وفق مذكرة قضائية.
ولا بمذكره من القضاء العسكري. اصلا القضاء العسكري لا يحق له توقيف بكر، كون بكر نعم هو صحفي مدني. ما الداعي الى قيام الشرطه العسكريه بهذه الحمله وتسليمه للمخابرات؟ الصحفي او الاعلامي الذي يتم توقيفه لدى هذه الجهات دائما يكون بدون حقوق مدنيه، لا يحق له توكيل محامي ولا رؤيه عائلته، لا يتم ابلاغ شكرا الأطراف المسؤولة عنه نعم. حول قضيته أو أي شيء. نحن نقوم بعملية يعني شبه أمنية للحصول على معلومة فقط، أين الصحفي وماذا عليه وكيف يمكن أن نتابع طيب. وضعه. إذا كان شخص الذي نتواصل معه يعني كتر خيره يمكن أن يفيدنا ببعض المعلومات، لكن هذا لن يثنينا عن اتخاذ. طبعا تقول لي ما الإجراءات؟ لدينا إجراءات شكرا نعم. ولدينا خطط ربما يعني سوف تشاهدونها في المستقبل، سنتابع أو في القريب العاجل عفوا ليس المستقبل، حول هذا الموضوع سنتابع هذه القصة معك. سنتابع هذه القصة معك فيما تبقى. عبد القادر حاج عثمان رئيس الاتحاد الإعلاميين السوريين في الشمال السوري، كنت معي من مدينة الباب، شكرا جزيلا لك. نبيها معي الآن حتى تختم بنصف دقيقة، فقدناها للأسف نبيها الطه، الصحفية نبيها الطه زوجة الصحفي بكر القاسم المعتقل، والذي لا نعلم حتى اليوم أو حتى اللحظة على الأقل من اعتقله ولماذا اعتقله. ما زلنا مع الإعلامي وأهله، لكن بعيدا عن الجانب الحزين من أهل الإعلام، نحن اليوم الآن مع الجانب المشرق ومع شيخ من شيوخ الإعلام في العالم العربي، نتعرف إلى جزء يسير من سيرته ونعود للنقاش معه. معنا هنا في الاستوديو الكاتب والإعلامي أستاذ عارف حجاوي، يا مرحبا. أهلا بك. يا حي الله. أهلا بك. كيف الحال؟ كله تمام الحمد لله. كنا نناقش قبل أن تأتينا الآن يعني قصصا من قصص الصحفيين في العالم العربي، حزينة قصص الصحفيين بدون شك. يعني أول ما يخطر بالبال أن قطاع غزة فقد 170 صحفيا شهيدا، يبدو واضح أن هناك استهداف للصحفيين. كانوا يقولون أن الصحفيين في العالم العربي عندهم مشكلة مع السلطات، إسرائيل لا تهتم بالكلمة لكن لا تهتم. وتقتل. العالم العربي طبعا كما تعلم يعتقل الصحفي على كلمة، وعلم نفسه أن يقيد نفسه بنفسه الصحفي. نعم، أصبح عنده رقابة من الداخل في معظم العالم العربي. والذي الآن مع وسائل التواصل يعتقل الإنسان على
منشور على الفيسبوك، والإعلام الرسمي أفلس منذ زمن طويل، ولكن الإعلام الخاص أيضا سيطرت عليه الحكومة في معظم العالم العربي. فيعني بدنا نبكي على حالنا الآن في هذا الوضع. الحال بائس، الحال بائس للصحفيين وللصحافة كمهنة. صحافة أم صحافة؟ والله الصحافة هي مهنة، زي ما تقول نجارة وتجارة، وهي صحافة. صحافة وليست صحافة. كمهنة. كمهنة. لكن المضمون الصحفي، إذا قلت الصحافة البريطانية دخلت في مأزق، فأنت تعني أن المحتوى الصحفي. أما الصحافة كمهنة. مهنة. جيد. تقول الإعلام العربي الرسمي أفلس منذ زمن، والخاص قيد نفسه. قيد نفسه. إذن على وشك الإفلاس؟ والله لا أقول ذلك، هو يرفه عن الناس، الترفيه طيب. لكن حتى التلفزيون الذي تعمل به، ولا أريد أن أزعجك في هذه، لا قل 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 ما شئت. التلفزيون بشكل عام بدأ يهبط كوسيلة. الناس لا تريد أن تنتظر الحلقة الفلانية، تريد أن تراها على اليوتيوب في وقتها الخاص. فالآن التلفزيونات كلها بدأت تسيل إلى اليوتيوب. هل سيبقى هناك تلفزيون؟ هل؟ لا أعتقد على المدى البعيد. التلفزيون مكلف، والإنتاج التلفزيوني محتاج إلى مساحة، محتاج إلى طاقم وفريق. كم سنة يعني تقدرها؟ أرجوك أرجوك. أنت يعني بالمهنة كمان 20 سنة وبعدين تدخل. أيوة. 20 سنة. الوضع صعب يبدو. أنا سمعتها كثيرا والله، أنه هذا زمن التلفزيون على وشك الاندثار، لكن البعض يقول لك لا يبقى التلفزيون. ممكن. يعني في الملمات الناس تذهب للأقنية التلفزيونية. نعم، تريد الخبر العاجل، ولكن أيضا اليوتيوب والوسائل كلها ستتمكن من الخبر العاجل. طيب قل لي، إعلام القوم أخ لك من هم؟ توافق هذه الجملة؟ إلى حد كبير. إلى حد كبير. نعم. إعلامنا كما وصفته. نعم. هذا هو حال قومنا في بلاد العرب هذه الأيام. أسوأ من إعلامنا. أسوأ. نحن نرفض أن ننهض، ولأسباب موضوعية. إحنا لا نريد أن نجلد ذاتنا، نحن هكذا ونسير كناقة الرسول، إنها مأمورة. قصوائية القصواء. هي مأمورة تسير إلى أن تذهب إلى بيت أبي أيوب الأنصاري. لا أحد يتحكم بها. هذا هو حال الدنيا. نحن بالقلب الطيب وبالنوايا الحسنة لا نستطيع أن نحقق شيئا. الموضوعية في الدنيا هي الغلابة. فهذه كلمة يأس. ولكن العلم جيد، التعليم جيد، إذا انتفعنا به. التعليم، أعطيك مثال، نعلم الابن طبيبا مثلا، وننفق عليه دم قلبنا في المدرسة أول ثم في الجامعة، ثم يذهب إلى لندن ولا باريس. هجرة العقول هذه أزمة كبيرة. الاتحاد السوفيتي بيد من حديد حال دون هجرة العقول. الصين الآن تحول دون هجرة العقول بيد من حديد. فرد الدخل الفردي في الصين لكل نفر صغيرا كبيرا 10,000 دولار ما يعادل. في الولايات المتحدة 70,000 دولار. فمن الطبيعي أن يتجه الصيني إلى الهجرة. هناك موانع لغة إلى آخره، ولكن هناك قيد من الدولة. ففي العالم العربي سداح مداح. نحن نعلم الناس، وفي أقل ظرف سياسي ترى 10,000 طبيب عراقي في، نعم، إنجلترا، وهم الأشهر.
نعم، ومصري الآن بالآلاف المصريون، أطباء مصريون يهاجرون، حتى ما عاد هناك كوادر للمشافي المصرية. نعم، تركيا فيها شيء من هذا. إذا كنت تذكر تصريح أردوغان قبل سنتين، اللي مش عاجبه يروح. نعم، على الأطباء. طيب، أريد أن يعني أستشرف معك هذا مستقبل الدول العربية. نظام سايكس بيكو مبدئيا، نعم، قادر على الصمود؟ هذه دول سايكس بيكو قادر على الصمود؟ هي لم تصمد إلا كدول قمعية. ما زلنا نبحث عن دولة المواطنة ولا نعثر عليها كأنها إبرة في كومة من القش. الدولة التي كل مواطن فيها يخضع للقانون لنفسه، أين هذه الدولة؟ وأنا لا أقول إن من الخطأ أن ننسخ نظاما من الخارج، ليس خطأ أن كان نظاما معقولا، ولكن نحن لا نريد أن ننسخ هذا النظام. هناك فئة تسيطر، تمتص دم البلد، ولا يهمها أن تصنع دولة المواطنة. ومن ثم جربنا في سوريا، جربنا في ليبيا، مصر، لم نحقق النجاح. فإذن التجربة القادمة تأخذ سنوات طويلة. هل تعلمنا، هل ناقشنا ما حدث في سوريا وفي مصر وفي ليبيا؟ لم أجد نقاشا حقيقيا، على الأقل اطلاعي ربما ضعيف. إذن سنبقى في مكاننا نراوح بانتظار الموجة الثانية، بانتظار الواقع الموضوعي الذي هو أنا أعتقد أن الإنسان مسير. يعني دعني أضعك في صورة تفكيري. الإنسان مركب، الإنسان الفرد، من الجينات التي ورثها من أمه وأبيه ومن بيئته. سوى هذا ليس له خيار. فالإنسان مسير بنسبة 100% في فهمي. يعني مسير وكأنه مخير. يختار يعني بالنهاية، يعني ليس مسير، يختار بناء على جيناته وجيناته. فإذا هو مسير ليس مخير. أنا هكذا أرى. طيب، بعيدا عن هذه تأتينا بإشكاليات. هذه فكرة إشكالية، ليس كذلك؟ ذكرت التعليم، أنت كنت معلما. نعم. تحن؟ والله دائما أحن إلى أن أكون معلما أفضل مما كنت، لأنني دائما وأنا معلم أقول ينقصني شيء. وأنا برأيي المعلم الحق هو الذي يريد أن يعطي علما ومهارة وخلقا أكثر مما يريد أن يظهر نفسه أمام الطلبة بأنه عبقري زمانه. فأنا في زمني يعني كنت إلى حد ما معلم جيد، لكن ليس كما أريد. فمن هنا الحنين. ثم ذهبت إلى الصحافة، ذهبت كنت في البي بي سي عربي، ورجعت إلى بيرزيت، درست في الجامعة 7 سنوات، ومن ثم ذهبت إلى الجزيرة 10 سنوات، كنت مديرا للبرامج. حصل. كنت في الجزيرة مدير لضبط المعايير، المعايير التحريرية، للمعايير التحريرية في ضبط الجودة. تلك الإدارة كان لها مدير، أنا تحته، أنا مدير أوسط المعايير التحريرية. نعم. أليس كذلك؟ نعم. على ما أذكر. نعم. هل بقي شيء من المعايير التحريرية الآن في العالم العربي؟ في الجزيرة بقي. وفي غير بمعنى الجزيرة؟ بمعنى الجزيرة فيها انتقاء، وكما كانت تقول دائما نحن نعبر عن الإنسان وليس عن الأنظمة. في أثناء حصار قطر كانت الجزيرة جنديا في التصدي لهذا الحصار، ولكنها لا تكذب. هنا شيء مهم، أن تنتقي كل محطات الدنيا تنتقي، لأن الأخبار كثيرة لها خط تحريري،
ولكنها لا تكذب. فهذا بقي عند الجزيرة. غيرها يكذب قصة؟ الآن المحطات الأخرى، كل محطة، أنا بما أني اشتغلت في الجزيرة فأنا أتحدث عنها. هناك محطات تنتقي انتقاء جارفا يناسب نظام حكم معين. الجزيرة لأنها قائمة وممولة من دولة صغيرة، دولة بارعة في الدبلوماسية، ومصالحها، هناك مصالح إقليمية لقطر، لكنها ليست طامحة إلى أن تكون قوة إقليمية، هي طامحة إلى أن تلعب أدوار دبلوماسية. فهذا يقلل كثيرا من انحراف الإعلام القطري بشكل عام. لكن الإعلام الغربي فاجأني في حرب غزة بانحيازه الأعمى، لا موضوعية. البي بي سي فاجأتني، لأن كانت تأخذ الرواية الإسرائيلية فورا وتبثها، وبعد أيام قليلة يأتي معلقون محللون يتحدثون بالوسط، لكن تأخذ الرواية الإسرائيلية فورا. البي بي سي في كل أحداث الربيع العربي أخذت رواية الأنظمة من قبل مذبحة غزة. نعم. منذ مطلع الربيع العربي. نعم، إلى حد كبير. وقيل المشكلة في رئيس القسم الفارسي يبدو. لا، البي بي سي أعقد من ذلك. أعقد. هي تبث بحسب مصلحة بريطانيا، لكن أيضا لا تكذب، تختار. بالنسبة لمنطقتنا لم تكن موفقة في الآونة الأخيرة. إذن لوسائل الإعلام العربية لا بأس أن تنتقي، لكن لا تكذب أرجوك. على الأقل أنا دائما أقول وسيلة الإعلام تقف أمام القاضي وتضع يدها على المصحف، والمطلوب منها أن تقول أقسم بالله العظيم أن أقول الحق، كل الحق ولا شيء غير الحق. أنا أقول وسائل الإعلام تكتفي باثنتين، تقول أقسم بالله أن أقول الحق ولا شيء غير الحق، أما كل الحق يعني صعبة. هذه صعبة صعبة صعبة. نعم. الآن البعض يقول لك الإعلام العربي هو واضح، يعني تقسيماته واضحة جدا، إما لطرف أو لطرف. لماذا وصلنا إلى هذه الحالة الحدية؟ يعني أي طرف وأي طرف آخر، أنا مش متابع معك. يعني البعض يقول لك ربما طرف غربي مثلا أو طرف شرقي. الشرقي وين؟ يعني روسيا؟ شرق، يعني مثلا شرق العالم، يعني ياخذ ضد الطرف الغربي الامبريالي فياخذ الطرف. انا شايفهم كلهم صاروا مع الغرب الامبريالي والله. يعني انا لا اشاهد الاعلام السوري الرسمي. لا، الاعلام العربي. الاعلام العربي بشكل عام. بشكل عام. الابيض والاسود موجود، اراه في الاعلام المصري احيانا من خلال مشاهدات على وسائل التواصل. نعم، ولكن في حرب غزة الإعلام العربي فضل الصمت، وأحيانا السكوت لا يكون من ذهب. لماذا هذا السكوت؟ يعني كنت أتوقع أن يكون أكثر إضاءة على مجزرة ضخمة، لأن الذي كان يحدث هو عبارة عن مجزرة كبيرة. طيب هل تغفر الناس لهذه الوسائل هذا الموقف؟ نعم. تغفر الناس؟ يغفرون. لماذا؟ لأن الإنسان العربي في كثير من البلدان فقير إلى درجة أنه يطلب من النظام أن يطعمه الخبز والفلافل فقط. أنا أحكي عن دول عربية كثيرة، الإنسان صار مش مهتم بالشأن العام، مهتم بالراتب، بالمعونات إذا كان من وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، الأكل والشرب إلى هذا الحد. القطط السمان في العالم العربي، يعني أنا كنت في بيروت عدة أسابيع قبل سنة ونصف، ذهبت إلى بيروت 4 مرات، كل مرة أسبوع.
فكنت أرى بيروت المظلمة، الناس فعلا معطرة وفقيرة. مرة رحت بالسيارة إلى برمانة، وجدت الأضواء كأنها الشمس المنيرة، والناس في المطاعم وكذا. هناك فئة تأخذ الخيرات في البلد، وهناك شعب مسحوق. مصر فيها مليارديرات كثيرين. المشكلة في مصر تسريب المال إلى الخارج. إذن الناس فقيرة وليست مهتمة بما يحدث أصلاً يعني. الاهتمام بالشأن العام ضعيف صار بعد الثورة، يعني بعشر سنوات 13 سنة صار الهم هو الهم اليومي الرغيف، وهذا موجود في أماكن كثيرة في العالم العربي. هناك إفقار. العالم العربي يقوم على السمسرة. هل اندثر إذا نحن العرب وفق هذا التوصيف؟ قريبا ولا مبين؟ قريبا. يعني العالم العربي لا يصنع. أنا مرة أفتح الثلاجة في بلد عربي، من الجبن إلى حتى الخبز، القمح ليس من عندنا، كل شيء من برا. ماذا نفعل إذن؟ طبعاً إحنا لا نصنع ولا ننتج حقا. مرة حزنت حزن شديد عندما قرأت إحصاء أن مصر تصدر البصل بالكميات الفلانية، بصل، وتستورد طبعا بدل 100 طن من البصل جهاز صغير. فنحن لا ننتج، هذه مشكلة كبيرة. والعلم عندنا منحدر الآن، والإعلام منحدر، نجلد الذات. إحنا ما أبقيت شيء من الذات، جلدتنا جلدا يعني. كويس والله جلدتنا جلدا. كويس نتفرج على أفريقيا الوسطى. البعض يقول لك أنتم جيلكم، أنتم من أورث لنا كل هذه الأشياء. مزبوط. أنتم صحيح. وكل جيل يلعن الجيل الذي قبله، عادي. الوقت أوشك على النهاية. أنت صاحب أول الشعر وآخر الشعر وتألق الشعر. نعم. وزبدة النحو. نعم. واللغة العالية وعصارة المتنبي. نعم. هذا عصارة المتنبي يعني قصته وقصة. يعني أنا تلعن العرب يعني حزين وبائس على العرب، ولكنك متعلق بلغتهم للنخاع. صحيح. إيش أسوي طيب؟ ممكن تكون هذه المتناقضات موجودة. أنا عربي ولا أحب نغمة أننا لسنا عرب. طبعا نحن شعوب مختلفة ولغات وأصول، لكن تجمعنا هذه اللغة، اللغة العالية، اللغة العربية الجميلة تجمعنا. أنا أرى الإنسان بلسانه. اللغة في معرض كل هذه الانهيارات كذلك انهارت؟ لا والله، تغيرت كثيرا ولكنها عفية وقوية ويعبر بها. حفظها القرآن الكريم. هذه واحدة، والواحدة الأخرى أنها بقيت تتغير وتعبر، وهذا من حسنات الذي يولد في بلد عربي. لم تذكر إلا هذه الحسنة. يعني خلينا نقارن الدول العربية بدول وسط إفريقيا، سنشعر بالانتعاش، لكننا ماضون في ذلك الطريق. ماضون. أنا في رأيي نعم. انتهى الوقت تماما. تريد أن تخدم بعشرين ثانية؟ يا شيخنا في الإعلام، أنت من شيوخ الكار، من شيوخ الصنعة. والله أحكي عن العرب ولا عن الإعلام؟ عن الإعلام بثلاثين ثانية. الإعلام يقوم على الحرية. الإعلام، المهارات الإعلامية للمذيع، للمنتج، للمعد 5%، الحرية 95%. أعطني حرية وبدون أي مهارات أصنع إعلاما لا يوجد جيداً. حرية في الإعلام العالم العربي لا يوجد، محدودة. أنت الآن تكسر المقاديف، هي محدودة، لكن دائما لننتبه أن الحرية أساس الإعلام. الكاتب والإعلامي أستاذنا الأستاذ عارف حجاوي، شكرا جزيلا لك. شكرا.
شكرا لك. لا يوجد أحد من أهل الإعلام إلا ومر على كتبك قطعا. هذا فخر لي، شكرا لك. شكرا جزيلا لك. في أمان الله.